أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن زيارته بمحافظة الأقصر قد ركزت على جانب الصحة والتعليم ومتابعة انتظام العملية التعليمية. جاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي من معبد إسنا بالأقصر. هي دي أول زيارة بنقوم بيها بعد إعادة تشكيل الحكومة لمحافظة الأقصر أو لمحافظة من محافظات الوجه القبلي. والحقيقة النهاردة يمكن أنا كنت حريص على التركيز في بداية الزيارة على الجانب الصحة والتعليم، ويمكن بدأنا بالجامعة التكنولوجية في مدينة طيبة الجديدة ودورها المهم جداً اللي ابتدت تلعبه، وشفنا الحقيقة نماذج تفرح من شباب مصر اللي بيتعلموا في هذه الجامعات، واللي يعني بنتكلم على أحدث النظم التكنولوجية وإنها إزاي تبقى مرتبطة بسوق العمل. وبعديها يمكن زورنا مدرستين، واحدة ثانوية بنات واحدة مدرسة ابتدائية، وكنت حريص جدا على متابعة انتظام العملية التعليمية، واستمعت كمان لولادنا وبناتنا من الطلبة والطالبات، وأيضا كمان رأي المدرسين في المنظومة الجديدة اللي بدأناها هذا العام الدراسي. والحمد لله يمكن هذه المنظومة الانطباع العام الحمد لله ليها إيجابي جدا. نجحنا في تقليل الكثافات في الفصول بأفكار بره الصندوق، وبنتحرك في هذا الموضوع عجز المدرسين أيضا وحلول جذرية ليه، وكل ده الحمد لله بنتحرك فيه في إطار رؤيتنا لتطوير منظومة التعليم إن شاء الله.